مين هو ضيف رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار؟ برنامج رامز موفي ستار بيعتبر من أفضل البرامج اللي بيتابعها الشباب بشكل يومي، من حيث أن البرنامج بيحبه الكبار والصغار، حيث نجد أن في عدد كبير جدا من الأطفال بيبحثوا عن برنامج رامز موفي ستار للتعرف على ضحية رامز الجديدة، وبيتابع البرنامج الملايين عبر الوطن العربي في كل الأماكن، سواء في مصر أو السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول العربية. وبرنامج رامز بيعتبر واحد من البرامج اللي لقت نجاحا كبيرا أول لحظات عرضه، حيث تم بث البرنامج بشكل يومي على قناة MBC وذلك وقت الفطار من كل يوم. وبيبحث الآن محبين برنامج رامز عن ضيف رامز اليوم الحلقة الجديدة، وهذا ما سوف نتعرف عليه في الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة MBC. وبيتم عرض حلقات برنامج رامز موفي ستار في الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناة MBC. وبالنسبة للسعودية في تمام الساعة 7:15. أما بقى نجمة النهاردة فهي النجمة نجلاء بدر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر الساعة 6، واستنونا بكرة في حلقة جديدة.